مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بيبان الخير. النهاردة قررت ما يكونش معايا ضيف على الهواء في الاستوديو، بس النهاردة معانا مجموعة ضيوف ومداخلات تليفونية علشان نلم بموضوع شغل الشارع المصري كله الفترة الأخيرة، العنف بين الشباب، وإزاي شباب 15 أطفال 15 و16 و17 سنة ممكن يتخانقوا مع بعض لدرجة ان هما ممكن يقتلوا بعض. اتكررت الظاهرة دي في كذا محافظة، انا مش هخص ظاهرة بعينها او مش هخص محافظة بعينها، احنا هنتكلم يا ترى ايه اللي خلى اطفال في السن ده طفل يشيل مطوة، وهو لحد سن 18 سنة طفل يشيل مطوة، يروح مدرسته بمطوة، يقف يروح درسه بمطوة، طب فين دور البيت؟ طب فين دور المدرسة؟ طب ممكن نعمل ايه؟ احنا بنطرح الظاهرة وبنحاول كمان نطرح معاها طرق للعلاج. ان شاء الله النهاردة انا حاولت جاهدة انا وفريق العمل بتاعي ان احنا نجمع لحضراتكم مجموعة اراء من اكبر مختصين في جميع المجالات اللي تخص الموضوع ده. فياريت تليفوننا هيبقى قدام حضراتكم على الشاشة، لو معانا حد حابب يدخل معانا بمداخلة أو يعلق معانا على الموضوع. يعني كل واحد فينا سواء الأسرتين أو الشابين أو الطفلين اللي اتخانقوا، القاتل خسران هو وعيلته، والمقتول اللي اتخانق حتى لو ما وصلتش القتل، في الحالتين العيلتين بيتدمروا، ومش عيلتين كمان بس، ده كل الأطراف اللي تتبعها بتشوه منظومة كاملة. طب هما دول الأمل؟ هو ده اللي المفروض نشتغل عليه؟ ده احنا كنا باصين لميزة ان الحمد لله ربنا حابة مصر ان 60% من سكانها شباب. طب يا ترى الشباب دي اتحولت لقنبلة موقوتة او جزء منها على الأقل؟ الظاهرة دي اتكررت في الفترة الأخيرة كذا مرة، هنحاول نلم مع حضراتكم كل الأسباب، وما نطرحش بس أسباب، ده احنا نحاول نشوف سبل العلاج. أتمنى يا رب حلقتنا النهاردة تكون مفيدة لكل اللي بيتفرج علينا. احنا معانا أول اتصال، دكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أستاذة شيرين، ازاي سعادتك؟ ازاي حضرتك يا دكتور ونورتنا. كل سنة وسعادتك طيب والشعب المصري طيب وبخير وبسلام إن شاء الله. كل سنة وحضرتك بألف خير وعام دراسي يا رب سعيد كده على حضرتك، وأنا عارفة الأنشطة الهايلة الجديدة اللي انضمت لكلية الآداب تحت لواء حضرتك ولواء رئيس الجامعة دكتور طارق راشد رحمي، فبجد ألف مبروك. وممكن حضرتك الأول قبل ما نخش في موضوعنا تقول لنا إيه الأنشطة الجديدة اللي انضمت لكلية الآداب جامعة قناة السويس؟ يا أهلا وسهلا، أولا أنا بهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد وذكرى شهامة ورجولة الشعب المصري. احنا مش عايزين نقول الشعب المصري ان كان في ظاهرة او مجموعة من الظاهرات اللي هي المحدودة، لا دي مش سمة الشعب المصري، مش عايزين نعتبرها ان دي ظاهرة بالنسبة لنا، دي عناصر تعتبر قليلة موجودة في الشعب المصري او فئات قليلة من الشعب المصري، سهل جدا ان احنا نكتسى هذه الفئات بمنتهى السهولة عن طريق بعض القيم او بعض تطبيق القانون. لو طبق القانون على هؤلاء الاشخاص بكل بنوده وكل مواده المختلفة ستبتز هذه الظاهرة من جذورها داخل الشعب المصري، ده رقم واحد. الحاجة الثانية ان في مثل هذه الايام كان في بطولات شامخة بالنسبة لشباب مصر في حرب اكتوبر سنة 1973، لازم نغرز في شباب هذا الجيل او هذه الايام تحديدا في روح الوطنية وروح أكتوبر وروح نصر أكتوبر. بالظبط يا فندم. ونوضح لهم إن اللي انتصر على اليهود وسحق اليهود وحطم خط بارليف وحطم الأسطورة شباب مصر. زيهم شباب مصر في 1973 اللي هم آبائهم وأجدادهم في بعض الأحيان هم الذين انتصروا على العدو اليهودي
أو الإسرائيلي اللي هو بيسموه أو كان يزعم نفسه بأن العدو الذي لا يقهر أو الجيش الذي لا يقهر بالنسبة للجيوش العربية بوجه عام. أما بالنسبة لسؤال حضرتك وهو الخاص بكلية الآداب، فكلية الآداب الحمد لله في خلال الفترة الأخيرة هي عبارة عن مؤسسة مهمة جدا داخل الدولة، مؤسسة بتتبع منظومة كبيرة اسمها جامعة قناة السويس، بيرأس هذه المنظومة الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي، وده ليه بعض الثوابت وبعض القواعد العامة اللي كلنا بنحاول نطبق هذه الأهداف وهذه القواعد داخل كليات الجامعة المختلفة. جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور طارق تضخمت أو كبرت بشكل واضح وأصبح لها أزرع في كل مكان لغرس أهم شيء داخل مجتمع الإسماعيلية وإقليم قناة السويس، وهو نشر الثقافة والعملية التعليمية داخل أبنائنا وشباب جامعة قناة السويس. وبتهتموا برضو يا فندم بالكوادر سواء رياضية اجتماعية موسيقية، أنا لمست ده بنفسي. ده الشق الثاني، الشق الثاني برضو من ضمن اهتمامات معالي رئيس الجامعة الاهتمام بتنمية قدرات ومهارات الشباب داخل جامعة قناة السويس، بيحاول بقدر الإمكان أن هو يخرج هذه الطاقات الموجودة داخل الشباب. أنا عايز أقول لسعادتك أن احنا في داخل مؤسسة اللي هي مؤسسة جامعة قناة السويس فيها تقريبا أكثر من 38 ألف شاب. الميزة فيهم أن هم 38 ألف شاب، تقريبا 38 ألف شاب. الميزة اللي فيهم سعادتك اللي هي بتتكلم عن الجزء اللي سعادتك عرضتيه في الأول وهو فئة الشباب من 18 ل 22، ودي تعتبر أهم وأخطر فئة داخل الشعب المصري بوجه عام. تخيل لما تكوني بتتعاملي مع فئة بتمتاز بالجرأة، بتمتاز بالقوة، بتمتاز بالشباب، بتمتاز بالفكر اللي هو المستنير والتطور اللي واضح جدا في مجالات الحياة المختلفة، بتتعاملي معها لازم يكون التعامل مع هذه الفئة بمنتهى الحرص وبمنتهى نوع من التفتح والانضباط. ايه النصيحة يا دكتور يعني ايه النصيحة اللي حضرتك بتنصحها لأي معيد بادئ أو أستاذ أول ما بتشوفه؟ ايه النصيحة اللي حضرتك بتنصحها له لما يقابل الطلبة؟ عشان أفرض نصائح على الشباب لازم يكون عندي فكر أنا راخر بواكب هذا الفكر المتطور والمستنير بالنسبة للشباب. إحنا ككلية الأداب كان عندنا السنة اللي فاتت مجموعة من الأقسام، أقسام تعتبر تقليدية، لقينا أن الشباب في أو سوق العمل تحديدا بيتطلب مننا بعض الأقسام وبعض التخصصات اللي هي تعتبر خاصات أصبحت في المجتمع المحيط تخصصات نادرة. بدأنا نحاول نطبق هذه التخصصات أو هذه الأقسام داخل كلية الأداب بحيث نقدر نوفرها للجيل أو الطلاب المنتسبين والملتحقين بكلية الأداب جامعة قناة السويس. كان عندنا بالعام الماضي تقريبا حوالي 9 أقسام في كلية الأداب، أقسام تقليدية زي الجغرافيا والتاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة والفرنسية واللغة الإنجليزية، ولكن لقينا أن المجتمع أو سوق العمل في الفترة الأخيرة بيتطلب بعض المهارات وبعض الصفات الموجودة في خريج هذه الأقسام أو التخصصات المختلفة. فبدأنا نطور الأقسام، تحولت الكلية من 9 أقسام في العام الماضي إلى هذا العام أصبح في كلية الآداب 18 قسم وشعبة، أي أن هناك أكثر من 9 يا فندم ل 18، يعني حضراتكم الضعف تقريبا ما كانش أكثر. من 9 أقسام ل 18 قسم وشعبة، زي إيه؟ أضفنا أقسام جديدة مش موجودة في ما كانتش موجودة في كلية الآداب أو في كليات كثيرة داخل كليات الآداب أو في كليات الآداب المنتشرة في ربوع جامعات مصر المختلفة. منها على سبيل المثال أضفنا هذا العام تخصص أو برامج، 3 برامج مميزة بالنسبة لأبنائنا في الإسماعيلية مش موجودة في إقليم القناة وسيناء، بل مش موجودة في شرق الأراضي المصرية كلها بالكامل. زي الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية والترجمة الفورية باللغة الفرنسية، وبرنامج جديد يعتبر من أحدث البرامج الموجودة في مصر بل يعتبر نادر الوجود داخل الجامعات المصرية، وهو الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، اللي هو بيبقى عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية والمرئيات الفضائية الموجودة من أقمار الصناعية المنتشرة في السماء الكوني بوجه عام. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف حاجة العمل او سوق العمل عايز ايه من مواصفات او ايه المواصفات اللي عايزها من خريج كلية الاداب، وبنحاول نوفر له. اضفنا ايضا
قسم جديد او شعبه جديده، لقينا ان احنا لازم نتعلم لغه بعض الشعوب المختلفه اللي هي بتهاجم في بعض الاحيان الشعب المصري، وهو اللغه التركيه على سبيل المثال. دي عشان نعرف نخاطبهم بلغتهم ونفهم بيقولوا علينا ايه. بالضبط كده، ده يمكن من ضمن اهدافنا الاساسيه في انشاء هذا القسم، وكان لاول سنه ده تفكير هايل يا فندم يكون موجود داخل جامعة قناة السويس بكلية الآداب. ده قسم يعتبر برضو من الأقسام الواعدة، واللي هو لاحظت أن الأقسام دي كلها الأربعة اللي أنا ذكرتهم، لاحظت أن في إقبال شديد من خريج الثانوية العامة أو الطلاب الذين التحقوا بكلية الآداب هذا العام، لدرجة أن أنا قلت لازم أعمل عملية تنظيمية وأحط بعض القواعد وبعض الشروط بالنسبة لقبول الطلاب في هذه الأقسام تحديدا، نظرا للإقبال الشديد عليها. بمعنى ان احنا لما عرضنا هذه الاقسام ما كانتش مثلا بنعمل لها عمليه دعايه باطله، لا، ده احنا لاحظنا ان في اقبال من ابنائنا من الثانويه هو العامه. احنا كده يا فندم حضرتك تدعونا ان شاء الله ونكون مع حضرتك يوم كامل في الجامعه مع حضرتك ومع دكتور طارق، لان اللي حضرتك بتقوله ده يعني بيتهيألي ما يكفيهوش مداخله تليفونيه، لا ده احنا لازم كمان ننقله للناس على أرض الواقع. ممكن يا دكتور؟ شرف يا فندم، في وقت، تحت أمر معاليك يا فندم. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، وإن شاء الله قريب جدا هنكون مع حضرتك ننقل ده واللي أكتر منه، لأن طبعا الفرصة إن احنا ننقل كل البرامج الجديدة بتاعت كلية آداب جامع قناة السويس مش متاحة، لكن إن شاء الله نكون مع حضرتك قريب جدا يا دكتور عاد. متشكرين جدا لحضرتك. احنا بتهيألي خدنا دلوقتي الجزء حتى لو صغير من عميد كلية الآداب، وإن شاء الله يبقى لنا معاه لقاء كبير. دلوقتي ناخد الجزء الثاني، الرياضة، وزارة الشباب والرياضة، إزاي الشاب ممكن أو وزارة الشباب والرياضة تحط لنا برنامج، أو يا ترى إيه خطتها علشان نقدر نحارب الفكر بالرياضة. معانا دكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة. مساء الخير يا دكتور. ألو دكتور عادل. ألو هو يبدو أننا تأخرنا على دكتور عادل، فهنعاود الاتصال بيه إن شاء الله مرة أخرى. زي ما سمعنا ان الدولة على قد ما بتقدر بتحاول توفر سوق عمل للشباب، بدأت تشوف ايه اللي ممكن يكون سوق العمل محتاجه وتوفره. طب يا ترى ايه دورنا؟ ايه دور الشباب ده؟ طيب هل الموضوع بيبتدي من عند الجامعة؟ لا، ده الموضوع من قبل كده، طلاب الثانوي الاعدادي. يا ترى نقدر نعمل ايه؟ نقدر نوصل لهم ازاي؟ نقدر ازاي نعالج اي انحراف في السلوك من قبل ما يبدا؟ ايه اللي الام او الاب ممكن يشوفوه على ابنهم او بنتهم ويبتدوا يحاولوا يعالجوه ويسالوا عليه؟ ايه اللي المدرسه في مدرستها ممكن تلاحظه على طالب؟ ما انا زي ما بلاحظ الطالب المتفوق عشان انميه ونمي التفوق جواه، انا برضو ادور على الطالب اللي جواه اي ميول عدوانيه، اللي جواه اي فكره. فين دورنا؟ ويا ترى احنا فعلا بدانا نعمل خطوات في الموضوع ده ولا لا؟ صدقوني البيت، احنا كان معانا الحلقه اللي قبل اللي فاتت مجموعه امهات فضليات بنتكلم، وكان موضوع الحلقه ازاي الاسره تقدر تطلع، ازاي الاسره بتاعتنا تقدر تطلع بطل، وازاي تقدر تطلع ارهابي او متطرف. احنا رجعنا تاني للدكتور عادل رضوان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا مدام سيدي، اعذرنا على التاخير مع حضرتك. تحياتي لضيوفك الكرام. احنا اللي بنشكر حضرتك جدا على توفير وقت حضرتك، واول ما حضرتك سمعت موضوع الحلقه ما تاخرتش عننا ولا ثانيه. طبعا طبعا طبعا.
طبعا انا عايز اقول لحضرتك بس ان وزاره الشباب في الفتره اللي جايه او شغاله في البرامج بتاعتها باستمرار، في ورش عمل، في ندوات، حضرتك عارف شغل الشباب والرياضه بالظبط. بيركز على هذه النوعيه من الافعال. والوزير طبعا في اجتماعات مع الزملاء بتاع الشباب والتنميه الرياضيه بقى نبقى جاذبين للشباب مش طاردين، يعني مراكز الشباب والانديه يبقى جذبه للشباب بتاع مصر ان شاء الله. والشاب لو لقى مكان يفرغ فيه طاقته طبعا ويستوعبه اكيد مش هيحصل حاجه. طب يا ترى ايه يا دكتور البرامج الجديده او البرامج يعني اللي بتقوم بيها وزاره الشباب والرياضه علشان خاطر تجذب الشباب او تغير تفكيره او تعدل تفكيره؟ احنا يا فندم عندنا مثلا في كذا، بنعمل اعرف بلدك، بنعمل تنميه مستدامه للشباب، بنخليهم يشتركوا معانا كمتطوعين في البطولات. يعني عندنا بطوله افريقيا اللي فاتت كان فيها كم كبير من الشباب، هي كانت قايمه على اكتاف الشباب فعلا طبعاً. وانا شفت معالي الوزير دكتور اشرف صبحي آه بيكرم بنفسه الشباب اللي اشتركت. دي حقيقه، دي حقيقه، فدي كانت لافته كريمه جدا منه، يعني تحياتنا ليه يا فندم. يعني 23 يا فندم اللي هي بتنظمها مصر الشهر الجاي ان شاء الله برضو فيها عدد من المتواجدين. بطوله كاس العالم لكره اليد اللي احنا هننظمها 2021 بنشتغل على المحاور دي كلها، والوزير بصراحه بيهتم بالنوعيه دي، بيقول للشباب هو يعني عماد البلد دي، فلازم يبقى له دور في كل الندوات وفي كل الاعمال اللي بتتم ان شاء الله. واحنا شايفين اهتمام سياده الرئيس بالشباب طبعا. بمؤتمرات طبعا الشباب، ودايما بشوف في المؤتمرات دكتور اشرف صبحي بصفته وزير للشباب والرياضه، فانا بعرف قد ايه يعني دور وزاره الشباب والرياضه حاليا بتهيألي دورها اهم من اي وقت مضى. هو خلي بال حضرتك احنا شغالين على البرامج بتاعت الشباب دي، لان احنا عندنا مثلا في كل فصل من فصول السنه عندنا مثلا بنعمل الاقصر واسوان، بيبقى في توقيع تصنيف للشباب اللي طالع الرحلات دي، عندنا الغردقه وشرم الشيخ، يبقى كل ده موجود. بالاضافه لان احنا عندنا المسرح بتاعنا، يعني عندنا مسابقه ابداع، ابداع دي ده شغل الزملاء بتوع الشباب، بس انا بتكلم كمواطن محيط بالحدث مش متخصص في اعمال، لان الزملاء بتوع الشباب مسؤولين عن الكلام ده، فده دورهم والوزير دايما بيشدد على كده. هو انا معايا مداخله تانية يا دكتور عادل، خلي حضرتك معايا على الهوا لان هي مداخله اكيد هتحب تسلم على حضرتك. ان معالي النائب امير رزق الله عضو مجلس النواب لمحافظه الاسماعيليه، وانا عارفه ان محافظه الاسماعيليه كانت اخده من حضرتك باع يعني طبعا. وكنت متميز جدا هناك زي ما حضرتك متميز في مجالك دلوقتي، وحضرتك يعني بجد في اي مكان اضافه لي. مساء الخير معالي النائب. مساء الخير عليكي وعلى المستمعين الكرام والمشاهدين، وكل سنة ومصر طيبة بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيد. هو حضرتك معايا دلوقتي ومعايا دكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة عندنا في إسماعيلية. دكتور طبعا طبعا ده أمر حديث وعظيم، وقد إيه فعلا عمل الإسماعيلية حاجات جميلة، وهو الحمد لله دلوقتي في الوزارة نفسها عشان التجربة الجميلة اللي عملها في محافظة إسماعيلية يقدر يعممها. هو طبعا شخص عزيز عليا بصفة خاصة وعلى شعب إسماعيلية كله، يعني دكتور عادل من الناس المرموقين في جهاز الشباب والرياضة، حقيقي يعني شخصية محترمة، وقد إيه لما بنروح له بأي حاجة من إسماعيلية على طول كخطة استثمارية بيوافق لنا عليها. أنا بحييه وببلغه فعلا يعني احترام أهل إسماعيلية كلهم ليه. كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر لحضرتك. احنا معانا دلوقتي قطبين، الشباب والرياضة ونائبها او سياده النائب امير رزق الله، التشريعات بقى يا فندم. ويا ترى يا اول دكتور عادل قبل ما اتفرج مع سياده النائبه، في تشريع مثلا حضراتكم طرحينه على مجلس الشعب، على مجلس النواب، او حاجه؟ احنا معانا معالي النائب. القانون بتاع الشباب والرياضه وفي تعديلات، ومعالي الوزير مهتم بالحاجات دي كلها عشان دور الدوله يرجع تاني لمراكز الشباب والانديه، فمعالي الوزير مهتم بهذا الامر جدا. ويا استاذ النواب طبعا بيساعدونا في هذه الامور، بس علاج الشباب والرياضه وجميع النواب. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور عادل، وانا حبيت معالي النائبه تسلم على حضرتك لان انا عارفه معزه حضرتك عند شعب اسماعيليه كله، بس وعدنا بقى بحلقه نتكلم فيها باستفاضه عن انشطه الشباب والرياضه.
تحياتي لحضرتك ودكتور القناه بتاعتي، مشكورك. متشكرين جدا لحضرتك يا دكتور. نكمل مع معالي النائبه امير رزق الله. ازاي حضرتك الاول، وكل سنه وحضرتك ومصر كلها بخير بمناسبه انتصارات اكتوبر واعياد اكتوبر. وانت بخير يا حبيبتي، وكل الشعب المصري بخير، وربنا ان شاء الله حامي مصر على طول، لانها البلد اللي دهسها جميع الانبياء، والبلد المقربه الى قلب الله. وكما قال البابا تواضروس ان مصر ما تخافوش عليها، دي في قلب الله. والبابا شنودة قال مصر وطن يعيش فينا. اكيد اكيد. معالي النائبه، حضرتك شايفه بعض، يعني هنقول ظاهره هي مش حاجه منتشره قوي، بس حضرتك شايفه دلوقتي الطلاب اللي بيعتدوا على بعض وبتوصل لدرجه القتل، الاسر بالكامل بتتدمر، حضرتك شايفه ممكن نواجه الظاهره دي ازاي قبل ما تنتشر؟ شوفي، انا شايفه ان دايما انا بقول انت عارفه الحرب الناعمه على كل شيء في البلد هي الفن. انا شايفه ان احنا لما نفعل الفن، طبعا طبعا طبعا، وانا يعني من على منبرك هذا يعني بقول رساله للفنانين، ان يا ريت نعمل افلام ومسلسلات تحث على الفضيله. يعني انا عايزه اقول لك، شفتي فيلم الممر؟ شفته يا فندم. ايه عمل يعني انتشار هايل، الكل حتى بيجيبه من على اليوتيوب، اللي ما شافوش على التلفزيون بيجيبه من على اليوتيوب ويتفرج عليه. حاجة جميلة، دخلت الوعي للشباب عن مرحلة هم ما عرفوهاش. وفي نفس الوقت الفيلم ده يا فندم أثبت إن الناس عايزة حاجة هادفة هتتلف حواليها، وزي ما قال معالي الرئيس في الندوة التثقيفية وهو بيكرم أبطال فيلم الممر، قال دي رسالة للمنتجين، يعني حتى أنت لو عملت حاجة هادفة، حاجة ترفع بيها بلدك، زي ما نشرنا ثقافتنا من الخمسينات والستينات، ودلوقتي في ناس كتير بتبص لمصر على انها مرتع للبلطجه من افلامنا برضو، فبتهيالي يعني مش البلطجه بس اللي بتكسب. بصي، عايزه اقول لك انا في معظم البلاد العربيه اللي رحتها، وكان اخر حاجه انا كنت في المغرب، بقول لهم تعرفوا ايه عن مصر؟ فقالوا لي احنا نعرف عادل امام، هو احنا بنحبه جدا، وبنحب في الاردن برضو نفس الحكايه، يعني كل اهتمامهم بالفن، يعني عرفونا عن طريق المسلسلات، عرفونا بالزبط. عن طريق الافلام. اللي عايزه اقوله يعني مثلا في افلام للاسف في فتره معينه للاسف علمت شبابنا، زي عبده موته بالظبط، والاسطوره، والالماني، والخنجر، وابقى عريان واعمل. طب ما هم الولاد، انت انا هفكرك بحاجه، انت عارفه في وقت معين كده كانوا بنسمي اولادنا على اسامي الفنانين والنجمات عارفه انت، يعني في اسماء كده، كالوجي ومش عارفه وايه وايه، كنا بنسمي اولادنا على اسامي الافلام والمسلسلات. كان ده اللي انا بقول عليه بقى، ايه الحرب الناعمه اللي هي هتدخلنا في حاجه كويسه بدون ما يعني بدون ما نبذل جهد كبير. بس انا هنا بقول للمنتجين، ارجوكم بقى، ده جيل كامل بالزبط. جيل كامل ابتدى يمسك السلاح وبيتصور زي ما بيشوف في الافلام. احنا دلوقتي بنلاقي الشاب يعني او الولد الصغير ماسك سيف او سنجه واقف يتصور بيها، والرجوله وثقه في يعني بالظبط، والسيجاره والمخدرات والبلاوي السوداء دي، ويجيبوا واحد وهو بيشم، ويجيبوا واحد وهو ما كل ده. يعني انت عايزه تقولي لي لو شباب قاعد، وبعدين خدي بالك النهارده سهل جدا من على التليفون وانت قاعده بتجيبي المسلسل، بتجيبي الفيلم اللي انت عايزه تشوفيه بدون. انا كمان انا يعني بهيب باولياء الامور ان هم يبصوا على الاطفال. ما هو يا فندم اللي مش هيتفرجوا عليها التلفزيون هيجيبوه على الموبايل. لا انا كمان، لا يعني انا بهدف لجيل
لسه البراعم اللي هم سن 3 سنين و4 سنين، الولاد كل عيل ماسك التاب بتاعه او التليفون، الام فرحانه ان العيل مشغول في انه عمال يجيب لعب ويجيب حاجات وكلام من ده. فطبعا لا، الام تبقى عينها على الطفل تشوفه هو بيتفرج على ايه. انا هقفل مع حضرتك بالنصيحه دي ان شاء الله لحد ما نتقابل، وحضرتك ما بتبخليش علينا ابدا، ويا رب كده نشوفك دايما بصحة وخير، وكل سنة وحضرتك بألف خير. معالي النائب أمير رزق الله. مرسي ليكي، مرسي، مع السلامة. مع السلامة يا فندم. وزي ما قلت لحضراتكم إن إحنا بنتناول الموضوع على قد ما نقدر بمختلف جوانبه. معانا سيادة اللواء ياسر الحفناوي، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ. مساء الخير معالي اللواء. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ شيرين؟ نورت برنامجنا. ده شرف ليا يا فندم، ده شرف ليا. الشرف لينا يا فندم، بس اسمح لي حضرتك النهارده هنتناول الجهه الامنيه. حضرتك لواء شرطه شهد لك بمواقف عديده، وقابلت وكنت زي الاسد في ثوره يناير، ورفضت تسيب مكانك، وقفت تدافع عنه بكل طاقتك. دي شهاده كل الناس بتشهد لحضرتك بيها. ربنا يخلي حضرتك، ده من ذوق حضرتك يا فندم، كتر خير. ده واجب عليا، ده بلدي. يعني شوف حضرتك بتقول ده واجب عليا، ده بلدي، ازاي بقى يا فندم من الجهه الامنيه نبص ده في شبابنا في اطفالنا؟ ازاي نعرفهم الواجب علينا ان صاحبك او زميلتك تحميه وتدافع عنه، مش تكون سبب في اذاه؟ طيب استاذ حضرتك، بلاش نبص من المنظور الامني فقط، خلينا اتفضل. نبص من منظور اوسع شويه. اتفضل يا فندم. الظاهره اللي موجوده حاليا هي أحد أساليب الجيل الرابع في الحروب. إحنا نعلم تماماً أحد أساليب الجيل الرابع في الحروب. تمام يا فندم، إحنا نعلم تماماً إن مصر بتتعرض لحرب، وحرب شرسة بجميع أشكالها وألوانها. طيب، الجيل الرابع عشان ناخد بالنا اللي هو إيه؟ الجيل الرابع ده اللي هو بتتم حروب بين دول دون صدام مباشر، بتستخدم فيها الدولة المعادية كل الوسائل والأدوات المتاحة ضد دولة العدو. طيب الهدف منها إضعاف وإنهاك الدولة وإجبارها على تنفيذ إرادتها. تمام كده فندم؟ وسائل الجيل الرابع: الإعلام، الاقتصاد، الرأي العام، الماديات، المعنويات. إعلام، اقتصاد، رأي عام، ماديات، معنويات. تمام كده؟ اتفضل. ده الجيل الرابع. تعالي نبص بقى للي بيحصل حاليا. أنا النهاردة استخدمت الإعلام في أن أنا أخلق بطل من كرتون، بطل وهمي. ولو نرجع بالذاكرة شوية ورا، أول ما ظهر باتمان وسوبرمان إيه اللي حصل؟ في أولاد نطوا من على ال في ناس ماتت، أطفال بالزبط. ماتت لأنها تخيلت أنها ممكن تطير. النهاردة أنا بطلع له واحد عريان، واحد ماسك سنجة، واحد بيبقى هو المثل والقدوة بتاعته. طب أنا منتظر منه إيه؟ مع ثلاث عوامل رئيسية. اتفضل. أول حاجة القدوة السيئة وضعف الوازع الديني عند الإنسان. نمرة 2 ضعف الرقابة في البيت والرقابة الأسرية. نمرة 3 الحالة المادية. الحالة المادية سواء كان الغنى الفاحش او الفقر الشديد، هم دول الفئتين اللي بيبقوا مستهدفين. اه يا فندم. سواء غني جدا فبيصرف ومش عارف هو ايه، فمش عارف يصرف في ايه، او فقير جدا فيلاقي واحد يصرف عليه فيمشي على ميول. بالظبط كده، او يتخذها وسيله لكسب عيشه. طيب، مع وجود قدوه سيئه وضعف في الوازع الديني وفي اسلوبه وفي اسلوب خطابه، مع ضعف في الاسره، الأسرة مش عارفة أولادها بيروحوا فين، مش عارفة بيتفرجوا على إيه، مش عارفة بيتابعوا إيه، هتنتظري إيه حضرتك؟ هيطلع لك هذه القدوة. الهدف من الجيل الرابع هي القضاء على شباب الدولة، لأن الشباب هو الأمل والمستقبل. لو أنا قضيت على الأمل والمستقبل بتاعي كدولة، أيوة، أصبحت دولة ضعيفة لا وجود لها. ده اللي بيحصل في الساحة الآن، وده اللي لازم المصريين كلهم يبقوا عارفينه وفاهمينه وواعيين جدا 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 ليه. علشان كده يا فندم انا حاولت
ألم الموضوع بكل جوانبه، وخلي حضرتك معايا صديق لحضرتك دكتور أستاذ سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط. مساء الخير يا أستاذ سيد. مساء الخير يا استاذ شيرين، ومساء الخير على معالي اللواء ياسر الحناوي والصديق تاعنا. اهلا وسهلا سيدي. ايه راي حضرتك في المفاجاه دي يا سياده اللواء؟ اهلا والف مبروك. لا طبعا مفاجاه جميله. السيد مربي فاضل كفر الشيخ معالي اللواء، ويا ريت يبقى في منه كتير. يا ريت عملنا مع بعض كعمل في محافظه دمياط. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ شيرين وحضرتك طيب يا فندم. هو استاذ سيد عامل تجربه هايله جدا في دمياط يا فندم. طبعا حضرتك كنت على رأس الجهاز التنفيذي في دمياط، وحضرتك حاليا سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ. خلي حضرتك معانا في المكالمة بعد إذنك يا سيادة اللواء، هنعملها يعني احنا يعني هنتحاور فيها احنا التلاتة بعد إذن عليك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي شرف. التربية والتعليم يا أستاذ سيد. أمور يا فندم. دورها إيه؟ الطلبة بقى، يعني احنا شايفين معظم الحوادث الفردية اللي بتحصل معظمها طلبة ثانوي. خلينا نتفق استاذه شيرين والساده المشاهدين ان وزارتنا اسمها وزاره التربيه قبل ان تكون وزاره التعليم. بالظبط يا فندم. فاحنا مفروض احنا كمعلمين او كتربويين ان احنا بنربي الاول، مش بنربي لوحدينا، بنربي مع الاب والام، مع ولي الامر. ده اللي كان لسه بيقوله سياده اللواء ياسر. احنا بنربي مش تربيه والتعليم كمدارس او تعليم بس، بنربي بس لا، بيساعدنا ولي الامر، الاب والام بيساعدونا. هو انا بصراحه من منذ ان توليت مدير مديريات، فكان دايما بطبيعتي بخبرتي الحمد لله ان انا بنخلي التربيه قبل التعليم. فاحنا طبقنا منظومه عندنا في دمياط، محافظه دمياط دي ثالث سنه نطبقها، وكنا بنطبقها وطبقتها قبل كده في المحافظات اللي انا اشتغل عملت فيها، ان احنا بنشتغل الخمس دقائق الاولى في كل حصه. كل مدرس يدخل لابد انه يتكلم خمس دقائق عن التربيه والاخلاق. كل حصه يا فندم ولا في بدايه اليوم؟ كل حصه يا فندم، مش خمس دقائق الحصه الاولى، لا، على مدار اليوم. وحضرتك يعني ده فعلا بيحصل في المدارس في دمياط؟ بيحصل يا فندم في المدارس. انا بنفسي كنت بتابع وكنت بسال للطلبه اول ما ادخل، لو دخلت لهم الحصه الثانيه الاستاذ اشتغل اول ما دخل عملي. ففي طلبه بتحكي بتقول اول ما دخل اتكلم عن الاخلاق شويه، فهنا افهم ان المعلم فعلا متكلم. وبعد كده اسال تاني، في ناس يقول لك لا هو لما دخل على السبوره واشتغل. فبالطريقه دي بتكلم مع المعلم واقول له لا، احنا هنتكلم عن التربيه والاخلاق الاول، هناخد موضوع نتكلم ازاي الطالب يحترم والديه، ازاي الطالب يحترم اداب الاجتماع، ازاي الطالب يحترم الاكبر منه سنا، ازاي الطالب يحترم المعلم، في كل حاجه في كل خمس دقائق ناخد فضيله من فضله. بعد كده ندخل على المواطنه، يعني ممكن تتكلم النهارده ادخل حصتين ثلاثه اتكلم فيهم على الاخلاق، بعد كده هنتكلم على المواطنه والوطن، عشان احسس برضو الطالب يكون عنده النزعه الداخليه للاحترام وللغير ولحبه للوطن. لو حضرتك عايز تدخل معانا في اي نقاش من سياده اللواء ياسر. اتفضل يا فندم تحت امرك. طبعا يعني شيرين. بص يا استاذ شيرين، خلينا نحترم الكلام المحترم اللي بيقوله الاستاذ سيد بيه، بس انا هقول لحضرتك حاجه. احنا الاسره نمره واحد واثنين وثلاثه وعشره. الطالب بيقعد في المدرسه قد ايه؟ لا هو حاليا بيقعد في المدرسه اكتر ما بيقعد في البيت يا سياده اللواء. لا يا فندم، لا يا 8 ساعات في المدرسه وبيجي يروح على دروسه. بص يا حضرتك، البيت اتفضل. لو احنا رجعنا الدور الرقابي للاب والام تاني، ولو عملنا حلقه الوصل، كان زمان مع سيد بيه طبعا هيفاكر الموضوع ده، كان في حاجه اسمها ان كل اسبوعين ثلاثه او كل شهر على الاقل لازم الاب والام يروحوا المدرسه. الاولياء الامور، اجتماع اولياء الامور. طبعا اجتماع اولياء الامور ويقعدوا. ما هو للاسف يا فندم انا رئيسه مجلس امنا في مدرسه من مدارس ولادي، انا بروح اجتماع مجلس الامم ما بلاقيش حد، صح ولا لا يا استاذ سيد؟ خليني بس اتفق مع اللي هو ياسر بيقولوا الدور مشترك. تقولي كده ان مجلس الامم والتعليم لوحدها، الجامع او الكنيسه لوحدهم مفيش فايده فيهم. لازم الثلاثة، لازم نعرف ان دي حرب على الدولة، ولازم نبقى مقتنعين بهذه الكلام كويس جدا، ولازم نقول ان مستقبلنا في خطر لان اولادنا هم المستقبل. لو قدرنا نقول ونقتنع تماما ان الجيل ده هو اللي بكرة بيحكم الدولة، ان الجيل ده هو الامل والمستقبل لينا، لازم ندافع عنه بكل ما نملك. والجيل ده اول ما بيبتدي الدفاع عن الوطن مش دفاع عن الارض. بالظبط. الجيل ده دفاع عن الارض، دفاع عن الاولاد. ما انا اما بدافع عن ولد ابني واطلعه ابني صالح، ما انا بدافع عن ارضي. استاذ سيد كده. استاذه شيرين حضرتك
وكيل وزارة التربية والتعليم، بتستلم الطفل من هو كيجي. بعد إذن حضرتك اتفضل. لو اتفقنا احنا الاثنين ودينا في دين بعض كولي أمر فعلا يا فندم، وأم مع المعلم ومع المدرسة، هنطلع جيل صالح، بس بشرط كده. تمام بالظبط كده، بشرط، لينا شروط. بعد إذن حضرتك اتفضل يا فندم، مش هقطع. أنا هاخد الأستاذة أمل، النائبة أمل رسالة، قالت كلمتين حلوين جدا. الفن أسوأ شيء حاليا في مجتمعنا المصري، وإحنا معانا في الحلقة النهاردة إن شاء الله ممثل عن الفن. تفشى دور الأفلام يعني خلينا نتكلم، البلطجة عادت عندنا في بعض المدارس، بيقلدوا الفنانين، بيقلدوا البلطجة. أول ما الطالب يتخانق مع الزميل يروح عليه على القميص وماسك سنجة في إيده وماسك سكينة وبيقلد فيها الفنانين للأفلام. كان زمان في الأفلام هادفة، كل الأفلام لازم تكون فيها أفلام هادفة، نتعلم منها، نتعلم منها الفضيلة، نتعلم منها حاجات. الفن له دور جامد. ما يا فندم الطالب لقى إن في وزارات بتكرم النماذج دي، يعني للأسف وبكرموا الأفلام ديت وأحسن أفلام بتحصل على جوائز. ما بالظبط ليه؟ يعني ده إحنا مستهدفين بكده، إحنا بنكرم أفلام بتفشل وتفسد جيل صالح. إحنا عايزين نتفق كده إن الفن مع الشباب والرياضة، الفن والسينما والشباب والرياضة، فتح مراكز الشباب والرياضة في الأوقات اللي هي ما هوش فيها في المدرسة. الدور الإعلام، دور الإعلام فين؟ دور الإعلام إذا كنت متواجد معانا برضو، يعني المدرسة لوحديها لا يمكن أن تصلح طالب أو تصلح بني آدم، لازم ولي الأمر. ولي الأمر النهاردة في بعض الأحيان لما أجي أشد على ابنه عشان أعلمه الأدب أو أعلمه الأخلاق أو أعلمه التربية إزاي، بيروح يعمل فيها محضر في الشرطة إن أنا أنهرت ابني و و و. فإحنا عايزين إحنا الاثنين نكونوا متلازمين، الأب والأم مع المعلم، هنعلم صح وهنربي الجيل صح مع الفن وشباب والرياضة والإعلام. يا فندم مفيش حل الاجتماع مجلس الأمنة اللي يعني أنا عن نفسي بحضر ما بلاقيش حد. يا أستاذة شيرين، إذا في مجالس أمنا مفعلة، وفي مجالس أمنا تبقى لها هدف أو مصلحة خاصة لأولادها أو لحد من تبعهم، وده مش هو ده، مش ده دورنا. دورنا إن أنا لما بعمل مشكلة في المدرسة بجيب مجلس الأمنا كمدير مدرسة وأجيب مجلس لا أنا بتكلم على أولياء الأمور بتاعت يعني المدرسة مثلا بتبقى 700 طالب 800 طالب، بعمل اجتماع لأولياء الأمور كلهم، ما بيجيش 10 15 ما هو عموما يا ريت حتى يجي ربعهم. مش هيجوا كلهم. ولا اعمل جمعيه عموميه كل شهر من مجلس الامنه، واللي يدعي لها مجلس امنه المدرسه تبقى حاجه كويسه، ونتكلم معاهم ونختلط بيهم، يختلطوا بينا ويعرفوا دورنا ايه، هنكسب بعض وهنعلم ابن صالح وهنطلع جيل صالح فعلا. سياده اللواء، ايوه اتفضل يا فندم. السؤال بسيط قوي، اتفضل. بعد اذن حضرتك، اين دور جمعيات حقوق الانسان اللي احنا بنسمع عنها بتكرم الناس في النهارده؟ مش في حاجه اسمها التحريض على القتل، في حاجه اسمها التحريض على الفساد، في حاجه اسمها التحريض على الفسق. اين موقفهم من المحرضين الرئيسيين؟ احنا ليه مصرين نقطع الديل وسايبين الراس؟ اين منظمات حقوق الانسان اللي بزا كل يوم طلعنا وبتقول؟ اين النقابات؟ محتاجين تفعيل الادوار بالكامل. لازم احنا ليه دايما بنقول التربيه والتعليم، التربيه والتعليم، التربيه والتعليم؟ فعلا احنا مبينين على التعليم لوحدها مش هتعمل حاجه. وعشان تبقي حضرتك عارفه، موقف الدوله كان واضح جدا جدا جدا، زي ما سبق وقالت الاخت الفاضله السيده النائبه امال رزق الله لما قالت فيلم الممر وتكريم الرئيس ليه. بالظبط، ده دور الدولة. أنا دوري فين بقى؟ أنا كنقابات دوري فين؟ أنا كحقوق إنسان ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني و و و دورنا فين؟ يعني أنا عجباني جدا اللي عملنا ضد المحرض الرئيسي، عجباني جدا فكرة أستاذ سيد سويلم إنه خصص 5 دقايق من كل حصة للكلام، يعني عشان نتكلم فيها عن المبادئ، عن دور، عن احترام الأم الأب الأكبر مننا. بجد يا أستاذ سيد تجربة رائعة، أتمنى أنها تتعمم على مستوى مصر. ده في حاجة تانية، اتفضل يا فندم. المعلم نفسه خلي القدوة، خلي المعلم طالما هيتكلم عن الأخلاق فهو لازم يبقى قدوة للغير في المجتمع. يعني حاجتين بستفيد منها، حاجتين بستفاد المعلم واستفيد منها، وفي نفس الوقت بعلم الطالب. المعلم لما يتكلم عن القدوة وعن مبادئ الأخلاق والكلام ده ما يقدرش يعمل حاجة في الشارع ويعمل حاجة في أي مكان تاني، لأنه هيبقى قدوة. هو بعلم الطالب فلازم يبقى قدوة، وبالتالي ما نعلم الطلبة نفس القصة هيتعلم منها ان شاء الله. وعندنا النظام الجديد، التطوير الجديد اللي عامله الدكتور طارق شوقي، طبعا نظام بناء الانسان، نظام التطوير الجديد او التعليم الجديد اللي هو ده محتاج حلقات وحلقات
يا استاذ سيد طبعا ده وان شاء الله هتبقى معانا هوا بقى يا استاذ سيد باذن الله بعد اذن حضرتك. وبنشكر حضرتك جدا على مداخلتك وعلى وقتك. نرجع للواء ياسر. اهلا وسهلا استاذ شريف. اتفضل يا سياده اللواء. احنا حضرتك قلت هنتكلم على الموضوع على شقين. بصي حضرتك خلينا نتكلم ببساطه شديده جدا. اتفضل يا فندم. نمره واحد المثل والقدوه زي ما قلنا والوازع الديني. يبقى انا محتاج احط له مثل وقدوه زي ما حصل في فيلم الممر وشفنا رد الفعل بتاعه وشفنا ازاي اسرائيل تبعت ردود الفعل على فيسبوك وتبعت ردود فعل الدوله جدا. وكتبت وانزعجت في فيلم. واخده بال حضرتك؟ فعلا يا فندم. ادي نمره واحد. نمره اتنين انا لازم افهم لا حاجة. والفيلم كسب جدا يا فندم لما يعني في لما طلع بالظبط لما طلع على شاشات السينما كسب جدا. لما اتعرض في التلفزيون تقريبا مصر كلها كانت بتتفرج عليه. فيعني بالتالي ايه اللي يخلينا ما نعملش حاجات هادفه؟ ده اللي احنا بنقوله وده اللي احنا قلناه. طيب نيجي للعامل الثاني والمهم الاسره. الاسره يجب ان نضع مليون خط تحتها. يجب محاسبه الاب والام اللي ابنهم يرتكب جريمه بمثل هذه البشاعه او بهذا الاسلوب. انا مش هعاقب الطفل لوحده. انا لازم افرض عقوبه. انت راجل اسات للامانه اللي اديناها لك اللي ربنا منحها لك والدوله امنتك عليها. انت اسات. لازم يتحاسب الاب والام قبل ما يتحاسب الطفل. لان مفيش طفل بيبقى مجرم مره واحده، اكيد بتظهر عليه بوادر. بصي لو الاب والام تابعوا الطفل ده، لو الاب والام قدروا يغرزوا جواه المبادئ، لو الاب والام كانوا قدوه حسنه ليه، عمره ما هيوصل للمرحله دي. انا بشكر حضرتك جدا تحت امرك يا سياده اللواء. وبجد حضرتك يعني ألميت بالموضوع واتكلمت في حاجات جوه كل اسره. بنشكرك جدا يا سياده اللواء. شكرا لحضرتك. شكرا. الله يخليك يا فندم. يعني دايره بتكمل بعض. كلنا لازم نتكاتف. هنبتدي استاذ سيد كان معايا من اول دور الاسره الاول. نتابع طفلنا، نروح نتابعه في مدرسته. أهالينا زمان كانوا شغالين 24 ساعة. ما نقولش دلوقتي غلاء المعيشة وده اللي بيخلينا دايما دايما بنجري ومش لاحقين. لا والله زمان برضو أهالينا كانوا بيجروا ومش لاحقين، بس كانوا بيتابعونا، كانوا بيشوفوا مين صاحبك، مين صاحبتك، عملتوا ايه. ايه المشكلة لو تعمل زيارة لابنك كل أسبوع في المدرسة، كل شهر يا سيدي؟ ايه المشكلة لما تقابل الأخصائي الاجتماعي وتقول له يا ترى عملت ابني عامل ايه، ايه سلوكه؟ تابع ابني ابنك قبل ما تبني لابنك. احنا معانا مين دلوقتي يا استاذ محمد؟ معانا استاذه خديجه سليمان مدير اللجنه العامه لحمايه الاسره والطفوله. مساء الخير يا استاذه خديجه. مساء النور يا استاذه شيرين. ازي حضرتك؟ الله يخليكي. طبعا ما كانش ينفع النهارده نتكلم عن الظاهرة الجديدة أو اللي بدأ تبقى موجودة في مجتمعنا، الأطفال وإزاي بيعاملوا بعض بمنتهى العنف قد تصل إلى القتل، وما يكونش حضرتك موجودة معنا. ربنا يخليك يا أستاذة شيرين. ربنا يخليك أستاذة خديجة. حضرتك شايفة دور لجنة الأمومة والطفولة إيه، أو الأسرة والطفولة إيه في خضم اللي إحنا بنشوفه دلوقتي؟ انا شايفه تنهيده بقى معناها يعني ايه، هنسمع كلام كبير يعني. شايفه تنهيده حضرتك او سمعاها يعني اصل اللجنه يعني زي ما بيقولوا غلبت. اللجنه دورها حمايه الاطفال المعرضين للخطر، كل الاطفال بغض النظر عن اشكالهم او الوانهم او جنسياتهم او اي حاجه، كل الاطفال المعرضين للخطر علينا ان احنا نحميهم قبل وقوع الخطر وبعد وقوع الخطر واثناء وقوع الخطر. طب خلينا في قبله على الاقل عشان نلحق يعني في قبله، يعني متهيألي القبل دي لازم نركز عليها قوي عشان على الاقل ما يكونش. أيوة. في خطر. يعني قبل العلاج الوقايه. بالظبط. اللي عايز اقوله لحضرتك زي ما انت بتقولي كده، انا هعرف ازاي الخطر؟ هعرف ازاي انه مقرب من الطفل ده وقريب من الاسره دي او اي حاجه؟ الا اذا كنت انا قريبه منهم، انا كمنسقه لحمايه الاسره والطفل.
فعشان كده احنا عملنا لجان فرعيه وموجوده فعلا، بس يعني احنا عايزين اهتمام شويه، وانا هنشدك من خلال البرنامج بس بعد ما تم الحديث. اتفضلي يا فندم. احنا عاملين دلوقتي قانون الطفل 126 سنه 2008 ماده 97 فيه بتقول ان ينشا بكل محافظه لجنه عامه لحمايه الطفوله برئاسه السيد الوزير المحافظ. شوفي بقى الاهتمام قد ايه في القانون. بالظبط. ويتبعها لجان فرعيه على مستوى مراكز واقسام الشرطه الخاصه بالمحافظه او في نطاق المحافظه. دورها يعني يا فندم. عندي سبع مراكز وثلاث احياء، مفروض ان عندي 10 لجان فرعيه، في كل لجنه في رئيس المركز هو رئيس ينوب عن المحافظ، والمحافظ طبعا على القمه فوق على الراس فوق، ومأمور الاسم بيبقى النائب بتاعه علشان نوجد العلاقه اللي احنا محتاجينها ما بين اسم الشرطه وما بين المجتمع المدني، لان الحادثه او الواقعه بتحصل يا اسم الشرطه بيعرف بيها الاول، يا انا بعرف بيها الاول وببلغ بيها اسم الشرطه او بدخل الامن معايا عشان يحمي او يكمل معايا المشوار. دور اللجنه ايه يا فندم؟ هقول لك، بقى لنا فتره كبيره قوي شغالين على التنسيق والموائمه ما بين اسم الشرطه والنيابه العامه والشارع والاسره واللجنه عندنا. شوفي بقى شغالين مع الاطراف دي كلها، بس الموضوع محتاج زي ما القانون بيقول القوة والهيمنة. القوة والهيمنة ان المحافظين، السادة المحافظين مش محافظ بعينه، السادة المحافظين والسادة المسؤولين يولوا اهمية للقضية دي، ما تبقاش يعني ما يحصل حادثة نتصور جنبها، ما بنت تتعذب او لما طفل نلاقيه مش عارفة بطل في ايه نتصور جنبه ونقول الطفل ده ونشيد دي، ولا نجيب الطفلة المتعذبة ونطبطب عليها. لا، احنا مفروض نهتم بالقضية. القضية بقت مهمة جدا جدا وبقت جوه المجتمع بتتخللنا، عارفة بتتخللنا يعني ايه؟ يعني بيني وبينك وبين كل اسرة واسرة وبين كل طفل وطفل، في موجودة. يبقى لازم كلنا نهتم، واحنا بنقول سيادة المحافظ اولا والناس التنفيذيين ان ياخدوا الموضوع على عاتقهم. انا حاطة ايدي في قلب المجتمع، بس لوحدي مش هسقف، مش هينفع. طب استاذة خديجة، هل انا فضلت كأم او كأخصائية اجتماعية لو حسيت ان في طفل اكيد بتبان بوادر، عنده بوادر عنف، عنده بوادر تفكير غريب، هل اقدر الجأ للجنة الامومة والطفولة وعندها فعلا سبل للعلاج موجودة؟ ما في خط نجدة الطفل 16000 ده مجانا يا فندم، موفره المجلس القومي للطفولة والامومة على مستوى الجمهورية. الطفل بيتصل بيه والاب والام وكل واحد بيتصل بيه على اساس يبلغ عن اي خطر، حتى الجاره بتتصل بيه، حتى الواحد اللي مش عايز يقول اسمه وشايف ان في طفل بيتعذب او بيتهان او بينتهك او اي حاجه، فبيقول في طفل هنا في المنطقه الفلانيه. لا، انا كأم او يعني انا لقيت طفلي عنده ميول عدوانيه، عنده تفكير غريب شويه اتجاه، اقدر الجأ لكم تدوني النصايح دي؟ بتصل يا فندم، بتصل قبل ما يحصل اي حاجه نجدة عشان ابلغ، لان المفروض ان في، المفروض ان في في كل محافظه، مفروض ان في كل محافظه مراكز تاهيل نفسي واجتماعي للاطفال اللي هم عندهم الميول الخطره دي او عندهم الميول العدوانيه. مؤهله يا استاذه خديجه؟ ها؟ يعني مؤهله فعلا وفعاله؟ يا شيرين، مش عارفه. بتاعت حضرتك دي مش مريحاني. ايوه بعضها مؤهل، عشان بس ما نكتمش الصوره، بعضها مؤهل، ولو احنا اهتمينا وابتدينا ندور عليها ودخلنا الاطفال وابتدينا ندور عليهم وابتدينا نبحث في الموضوع هيحصل كده. اللي بيدور هيلاقي. طب حضرتك كان عندك مناشده؟ بعيد عن الساحه حضرتك، فيها اخصائيين اجتماعيين هايلين بيقدروا فعلا يعيدوا للطفل ثقته بنفسه او يعيدوا للشاب ثقته بنفسه ويأهلوه فعلا ويجعلوه بعيدا عن كل الاشياء الخطره دي. هو حضرتك كان عندك مناشده قبل ما انهي مع حضرتك، احب اسمعها. ايه؟ حضرتك كان عندك مناشده قبل ما انهي لقائي مع حضرتك، احب اسمعها. مناشدتي اتفضلي. هقول لك ايه؟ ابتدي اعلى بالسقف للسيدة رئيس الجمهوريه، اعلى بالسقف لسيدة وزير التنميه المحليه، اعلى بالسقف للمجلس القومي للمراه. يا جماعه ارجوكم تفعيل القضيه اللي احنا فيها دي، مناشده لازم يحصل من التلفزيون اللي ساندو. عارفه مجرد ما انا بروح مكان ويعرفوا ان انا بالنيابه عن المحافظه او ان انا جايه من المحافظه بيهتموا
نفس الحكاية على مستوى المركز اللي بتروح برضو لما يبقى فيه شبكة تواصل كده ما بيننا وما بين المحافظ أو ما بيننا وما بين وزير التنمية المحلية، ما بيننا وما بين رئيس الجمهورية، أكيد هيجي دور في يعني هيخلي المجتمع فعلا يقرب. هي مناسبة حضرتك وضحت، وبشكر حضرتك جدا يا أستاذة خديجة، وإن شاء الله لينا لقاء نتكلم فيه باستفاضة إزاي نقدر نستفيد من دور اللجنة عند حضرتك. يعني احنا بجد يعني الاسره، النواه، نواه البيت، حضرتك بتشتغل عشان خاطر اولادك، حضرتك بتشتغلي عشان خاطر اولادك، لكن مش عشان ننشغل عنهم. اي مشكله اساسها البيت. اتابع ابني في بيته، تاني في مدرسته، في كليته، يكون بيني وبين كل اطراف ابني، كل الأطراف اللي بيتواصل معاها ابني تواصل. فأنا بجد بناشد كل الأسر اللي بتسمعنا إن هم يهتموا بأولادهم، علشان خاطر في الآخر إحنا بنتفاجئ إننا كل اللي عملناه ده، سواء ابننا هو اللي كان مجني عليه أو هو الجاني، بيروح هباء. فياريت كلنا ننتبه لأولادنا، علشان خاطر نبني مستقبل أولادنا، وبالتالي نبني مستقبل بلدنا. أنا كنت مجهزة مداخلات تانية كتير، بس للأسف الوقت خدنا، ومش هختم قبل ما يبقى معايا النجم الفنان فايق عزب، لان كل ضيوفنا اجمعوا على دور الفن. مساء الخير يا نجم. مساء الجمال. ازاي حضرتك؟ ويا رب دايما بصحة، يا رب ويديك العمر. اشكرك. كل يا فندم، سيادة النائبة، سيادة اللواء، وكيل وزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضة، كلهم اقروا على دور القوى الناعمة، الفن في جيلنا واللي بيحصل فيه دلوقتي. وحضرتك فنان قدير وقدمت لنا أدوار كتير هادفة. حضرتك شايف الفن فعلا ممكن يدمر وممكن يبني؟ طبعا الفن ده مش قوة مصر معانا بس، ده يعني ممكن يعدل السلوك، يظبط الدنيا، بس هو الفكرة انه مسألة تكاملية، بمعنى ان البيت والنشاط المدارس، لازم احنا نعمل نشاط المدارس. النشاط المدارس ده يعمل ايه؟ ياخد الطاقات اللي موجوده والقدرات اللي موجوده عند الطالب، وياخده بقى لمصلحه الولد رياضيا وصحيا، مثلا يعني اذا كان ممكن فريق تمثيل، فريق يعني فرق كتيره جدا، والاذاعه المدرسيه، كل دي عوامل التربيه والتعليم مقصرة جدا فيها. لا نشاط في المدارس، لا نشاط في المدارس. المدارس محتاجة تدعم فكرة النشاط، تصرف شوية، تجيب مدربين، تعمل تكتشف المواهب. دي مسائل مهمة جدا جدا جدا، في إلى جانب أن الفن بقى لا يعكس بس المجتمع، وبيعكس بس يعني بيعكس الحالة اللي احنا شفناها بعد 25 يناير والانفلات الخلقي ده كله. طب ما احنا ممكن نجيبه في صورة ايجابية يا فندم. لكن لازم يعمل حاجة تانية، انه يدي مثل وقدوة علشان يخرج الناس من الانفلات ده. يعني الفن ليه دور مهم جدا جدا جدا، لكن البيت والمدرسة دول مسألة برضو اساسية وتأثيرها قوي جدا. بيت ومدرسة وجامعة ورياضة طبعا طبعا طبعا. النشاط، انقذوا النشاط المهدر في مدارسنا وفي جامعاتنا، اهدروه مهدر. لازم احنا نحرك المسألة في اتجاه انه نبقى ايجابيين، نطلع عيال راضيين، نطلع فنانين، نطلع مذيعين، لا ده كل ده. وبعدين هقول لك على حاجة، لازم الولد واسرته
يساعدوه على انه يختار الطريق السليم، بمعنى انه يبقى عنده هدف، هدف واضح، مش مسألة مجموعة وخلاص، لا، يشتغل الحاجة اللي بيحبها. مشكلتنا ان احنا لا نعمل فيما نحب، يعني راجل كيركيغارد الراجل الالماني قال خير لك ان تكون هواياتك هي عرفتك. احنا لازم نكون الهواية عند الطفل وعند الشاب ويعرف هو عاوز يبقى ايه، بيحب ايه، فيختار ما يحب علشان يسعد نفسه ويسعد اسرته ويسعد الجيران ويسعد البشرية كلها ويبتسم للحياة. المسألة يعني العنف ده شيء مش طبيعي. نصيحة جميلة جدا من فنان قدير، ان شاء الله يبقى معانا على الهوى. بنشكرك جدا جدا يا استاذ فايق، ويا رب دايما تدي وتدي، ونشوف حضرتك دايما في تألق يا رب. احنا برضو بنحاول، يعني احنا مثلا انا شخصيا عندي فكرة ان اعمل حكاية جد وفاي علشان اقول للاولاد الصغيرين والاحفاد. لا، طالما فيها بقى حكايات جد وفاي، فان شاء الله لازم اوعدنا بلقاء نتكلم عن الموضوع باستفاضة، ونشوف ايه يا ترى نوعية الحكايات اللي هيحكيها لنا الفنان القدير فاي عزب. بنشكر حضرتك جدا يا فندم. زي ما شفنا كلنا لازم نتكاتف، كلنا لازم نشوف الخلل فين ونعالجه، ما نحطش راسنا في الرمل، ما نغمضش عينينا عشان ما نشوفش المشكله، ما احنا لو ما شفناهاش هنحس بيها زلزال بيزلزل كياننا. يا رب تكون حلقتنا النهارده قدرنا نلم فيها لو جزء بسيط من المشكله والعلاج. انتظرونا دايما معاكم في اي حاجه تخص مصر وشباب مصر وامن مصر. اشوفكم الحلقه الجايه.